بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان كود للحفظ التلقائي مع كل تغيير في البيانات. الفيديو الحالي فيه مهارات وفيه معلومات وفيه معلومات يعني بسيطة، هنحاول نيسرها ونبسطها خالص ونشرح كل التفاصيل بأبسط طريقة. الموضوع إننا عاوزين في شيت الإكسل الجداول الحسابية عند رصد درجات الطلاب أو إدخال بيانات العملاء أو الحسابات أو الموظفين أو غيره، عاوز أول ما أقوم بإدخال البيانات يتم الحفظ. كل ما أعمل إدخال لبيان أو تغيير لبيان أو تغيير لرقم حتى يتم الحفظ تلقائيا. أنا بقوم الآن برصد درجات الطلاب وأنا بكتب الدرجة كده يتحفظ، بكتب البيان يتحفظ، بكتب العلامة يتحفظ أول بأول كده. الكلام ده يعني عشان حل مشكلة مثلا انقطاع التيار الكهربي، نسيان الحفظ، انت قمت بإدخال يعني بيانات كتير للغاية وانت بتعمل كده اغلاق، واحنا بنغير البيانات كده، غيرت هوت في البيان وبعدين عاوز اعمل اغلاق للشيت، انا غيرت بيانات كتير وادخلت يعني قعدت ساعتين ثلاثة اشتغل وفي الاخر بعمل اغلاق كده، فايدي راحت على عدم الحفظ بدل ما تروح على الحفظ. عدم الحفظ ايه اللي حصل؟ كل البيانات اللي انا ادخلتها طارت لاني ما حفظتش الشغل بتاعي. ازاي نحفظ الشغل بتاعنا تلقائيا من غير ما نغلط الغلطة دي، او من غير الكهرباء ما تخدعنا كده وتطير البيانات بتاعتي؟ هنحاول نوصل للمطلوب ده بطريقتين. الطريقة الاولى من غير اكواد وسريعا كده للغاية من الاعدادات، هنعرضها في دقيقة واحدة. والطريقة التانية طريقة مميزة ورائعة للغاية وهي بالاكواد. هنضيف كود بسيط وسهل خالص، هنكتبه مع بعض ونشرحه ونقوم بتدريب البيانات بتاعتنا. وطبعا يعني بننصح دايما بان اول ما تعمل اي تغيير او اي دالة او كود او كده لابد ان تقوم بتدريبها كويس يعني اكتر من مرة عشان تتأكد من العمل السليم لها. بداية بندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر جرس التنبيهات، مشاركة الفيديوهات مع اصدقائك. الطريقة الاولى هنعمل حفظ تلقائي للبيانات، ماشي، تجنبا لضياع البيانات من غير اكواد، بدون اكواد، بدون استخدام اي ماكرو او اكواد. الطريقة دي هنعمل ايه؟ هروح لخيارات الاكسل سواء من ملف او من الصفحة الرئيسية او من صفحة الاوفيس، يعني المهم هتروح لخيارات الاكسل حسب اصدار الاكسل عند حضرتك، حسب اصدار الاوفيس. وهنا فيه طبعا عام وصيغ وتدقيق وحفظ، حفظ سيف دي، تروح عليها كده هتلاقي فيه هنا حفظ معلومات الاسترداد التلقائي كل 10 دقائق. طبعا 10 دقائق ده الديفولت، ممكن تكون عند حضرتك 15 تقريبا، يعني مش فاكر هي كام في الديفولت بتاعها، ولكن انت دي بتعدلها لو هي ميتة كده مش نوت اكتف، بتشيك على الشيك بوكس ده علشان تعمل علامة صح علشان تصحى كده وتبدأ تتحكم فيها، لانها لو مش اكتف كده مش هتقدر تتعادل في الارقام دي. هنا بتبدأ تعدل 8 9 7 كده يعني لحد ما توصل لدقيقة واحدة وتعمل موافق، تمام. ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان الاكسل كل دقيقة هيحفظ تلقائيا البيانات اللي تم تغييرها تلقائيا. هو مع نفسه في خلفية السيستم كده، خلفية النظام شغال بيعد من 60 لحد 0، دقيقة 60 ثانية، 59 58 57 وانت ماشي لحد ما يوصل لصفر ويتم عامل حفظ، ويبدأ يعد من 60 ونازل تاني كاونت داون كده، تعداد تنازلي من 60 لصفر، ساعة ما يوصل لصفر يتم عامل حفظ، صفر عامل حفظ، وانت ماشي على كده كل دقيقة يعمل حفظ مع نفسه، ده من غير اكواد. اما الطريقة التانية وهي الطريقة المميزة للغاية، الطريقة دي هنستخدم فيها كود بسيط للغاية، كود برمجي VBA، ماشي، باستخدام الفيجوال بيزك فور ابليكيشنز. الفيجوال بيزك بنوصل لها يعني ممكن من 3 اماكن. اول مكان من اسم الشيت، من هنا انا مسمي الشيت ده RR، هضغط هنا كليك يمين واختار عرض التعليمات البرمجية. اول ما تضغط كده هيفتح لي الصفحة بتاعت الفي بي اي، دي اول طريقة. الطريقة التانية بوصل لها من المطور، طبعا عندي الصفحة الرئيسية وادراج وتخطيط والكلام ده هوت لحد المطور ديفولبر، وبعدين اضغط عليه كده واروح على فيجوال بيزك دي اضغط عليها اول واحدة دي.
يتم فتح التعليمات البرمجية اللي هي ال VBA for Applications Visual Basic. ماشي. الطريقة الثالثة طبعا انت لما تروح هنا كده هتلاقي مكتوب Visual Basic ومكتوب تحتها Alt زائد F11، يبقى من Alt و F11 اللي هي الهوت كي بتاعها الزر اللي هو المختصر ده Alt مع F11. F11 ده هنين انت عارف Escape اللي في لوحة المفاتيح اللي فوق في الركن فوق دي، بعدها F1 F2 F3 F4 لحد F11 F12، فطبعا هتستخدم Alt و F11 كده. انا ضغطت عليها حالا فطبعا هيظهر معايا Alt F11، يظهر معايا تفتح معايا صفحة الايه ال Visual Basic for Applications اللي هي ال VBA. تمام. المهم وصلنا للصفحة دي، عاوزين نضيف الكود. التلقائي انه بيفتح لي على الصفحة الحالية اللي هي انا مسميها RR اهيت، وبيفتح لي على الخيار بتاع الكومبو بوكس ده القائمة General، وبيختار لي على Declaration. ده التلقائي. لا انا General دي هغيرها اخليها Worksheet. تمام. لما غيرتها فهو فتح لي كود اهوت بريفت سب واند سب. دايما لما بيفتح السب بيعمل اغلاق للسب، وانت بتكتب السب بتاعك الكود هنا بين ده وده. طيب انا مش عاوز السليكشن تشينج دي، انا عاوز التشينج يبقى من هنا من الكومبو بوكس ده. اختار تشينج يعني عند التغيير، عند التغيير في الورك شيت الحالي، يبقى ده مش عاوزه. خلاص احدده كده واعمل له ديليت، وهكتب الصب بتاعي، هكتب الكود بتاعي هنا بين الصب والاند صب. ماشي. هنكتب الكود التالي. الكود ببساطة هستخدم دالة اف، يعني بقول له لو، وبعدين نوت، سيب نوت دي دلوقتي. ماشي. كتبت انترسكت تارجت ماي رينج، الرينج بتاعي النطاق انا حددته من واحد من A1 أو الخلية في الشيت لحد زد 1000، لحد العمود زد والخلية 1000. طبعا 1000 دي ممكن تزود هتخليها 10000، 100000، مليون، لأن الشيت أكتر من مليون، أكتر من مليون صف. ماشي. الزد دي ممكن تزودها تخليها A B A C ها C D، يعني كده، لأن ال A لحد الزد وبعد كده A A A A B A C وماشي كده، واستكشفه معاك. ماشي. الرينج بتاعي ده هو اللي انا شغال عليه، او بزود الرينج كمان شويه. ماشي. لو الكلام ده nothing يعني ما فيهوش اي تغيير، اعمل this worksheet this workbook dot save، احفظ. ايه ده، انت ازاي بتقول الكلام ده؟ ازاي يعني لو ما فيهوش تغيير احفظ؟ انا عايز لو في تغيير يحفظ. شايف انت النقطه اللي في الاول دي اللي عند اف دي بتعكس الكلام ده كله. يبقى الكلام معناه اف من غير نقطة طبعا، لو حصل تغيير في النطاق ده، لو ما فيهوش تغيير خالص then this workbook save dot save، احفظ الworkbook كله. ماشي. لو ما فيهوش تغيير وحطيت نقطة هنا فعكست لي العملية، بقى لو في تغيير احفظ. تمام. ودايما مادام فيه اف اعمل لها end if، اوعى تغلط في دي او تنساها، لان دايما بتحصل المشكله دي. بكتب الشيت او اكتب الكود الواحد ينسى اند اف، بيعتقد ان خلاص انا كده خلصت انتهيت اند سب، لا لازم اند اف اف واند اف، لازم بريفت سب او سب بتاعي واند سب. تمام. ده الكود ببساطه. فاضل نقطه في غايه الاهميه، ان لما تعمل طبعا ال VBA لا يشترط ان انت تعمل حفظ فيه، مش مهم ان تروح تعمل حفظ، ممكن تعمل اغلاق على طول كده فهو كده حفظ الشغل بتاعه. تمام. ولكن ال VBA Visual Basic طالما استخدمت كود، طالما استخدمت ماكروز، طالما استخدمت اشياء من ديت، لابد ان انت تعمل حفظ للملف ده الحالي ده بامتداد يدعم او يعني يتعامل مع الماكروز ومع الاكواد. ايه الامتدادات اللي بتتعامل مع الاكواد ومع الماكروز؟ هروح كده على سيف اس عشان استعرضها اهوت. حفظ باسم، هحفظ بنفس الاسم الملف الحالي. الملف الحالي اسمه مقارنه البيانات اللي هو ده. ماشي. اللي هو ده مقارنه البيانات ده، ولكن هحفظه عندي ثلاث طرق هنا، الاشهر الطرق اللي بتتعامل مع الماكروز والاكواد والفيجوال بيزك وكده، اللي هو اكسل ماكرو انيبل واكسل بيناري
واكسل 97 ل 2003 ده، التلاتة دول شغالين معايا، بيحفظوا ماكرو كويس خالص، ما فيهمش اي مشكلة. ماشي، احفظ بأي واحد فيهم وليكن ده مثلا، واعمل حفظ. تمام، بيقول ان في ملف كده اسمه كده، ماشي اوكي، اعمله استبدال. حاليا لما تعمل تغيير في اي بيان وليكن ده، خل الخمستين دولت هنخليهم 499999، وانتقل. مجرد انتقالك من الخلية دي للخلية دي تم حفظ البيانات. الان انا هعمل اغلاق اهوت. هل طلب مني حفظ؟ لا، ما طلبش حفظ. ماشي، ده الملف القديم اللي هو، تعالى حتى نعمل له عرض كده للتيب بتاعه، النوع بتاعه. انا هستخدم ده ماكرو انيبل، ده خلاص انا ممكن اعمل له اغلاق كمان، مش عاوزه، اعمل له حذف. ده اللي هشتغل عليه. هفتح اهوت الملف بتاعي ماكرو انيبل، بيتعامل مع الماكرو. فتح الملف، اخر تغيير احنا عملناه كان الاربع تسعات دول، طبعا تم التغيير. طيب تعالى نعمل تغيير تاني، نخلي ده 4 8 وده 4 7. طبعا حاليا ايه اللي بيحصل؟ اول ما تنتقل من الخلية هو تلقائيا بيحفظ البيانات اللي تم تعديلها، تمام، من غير ما تعمل حفظ. واروح كده اعمل اغلاق، تم الاغلاق ولم يطلب مني حفظ البيانات. ليه ما طلبش حفظ البيانات؟ لان هو اصلا مع كل تغيير بيحفظ البيانات. طبعا ده ببساطة الكود وشرح الكود، واكتر من طريقة لحفظ البيانات تلقائيا، والطريقة المميزة للغاية وهي حفظ البيانات بواسطة او من خلال كود Visual Basic for Application، Visual Basic VBA، بسيط خالص وسهل خالص، وبيتم الحفظ تلقائيا مع كل تغيير. ده يعني ديت، هذه هي المعلومة اللي حاولت اني اشارككم بها في الفيديو الحالي، تبسيط للأكواد، تبسيط للفيجوال بيزك، تبسيط للتعامل مع قواعد البيانات والبيانات في الحسابية في الإكسل. إذا كان الفيديو يعني فيه معلومة بسيطة ووصلت لحضرتك، لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة ومشاركة الفيديوهات مع أصدقائك، مشاركة، اعمل شير للفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، واضغط على زر جرس التنبيهات، واترك لنا تعليقا داعما محفزا. شارك الفيديوهات وانتظرنا دائما في كل ما هو جديد. نشكر مشاهدتكم الطيبة، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.